بس مش محل سمك زي ده. الحوت ده أحسن مطعم سمك في الغردقة كلها ويمكن في مصر كمان. في مصر كلها؟ ليه يا حياتي؟ مش أحلى سنجاري بناكله هنا في ذمتك ده؟ هو أنا مش هنكر إن أنا بحب المطعم هنا جدا، بس يعني مش لدرجة أحسن مطعم سمك في مصر كلها. تو ماتش شوية. بعدين يعني ما حبكش كنا نيجي النهارده، ما احنا قاعدين كتير يا عمر، كان ممكن نيجي اي يوم تاني. بنقول كده كل الصيف وما بنجيش بقى. يعني احنا نتأخر ساعتين. شنو انت قفشت معاك دلوقتي تاكل سمك؟ قفشت معايا انا كمان لو ما عنديش مانع. هنبقى اغلبيه. وبعدين اسمع حضرتك، ايه المشكله لما عايز اكل سمك؟ سايق بيكوا اربع ساعات. ها؟ ولا لازم ندخل على جدتك نقول لها جعانين؟ صدق بقى انا مش هاكل ومش عايزه حاجه. ليلى ممكن كفايه مقاوحه؟ وبعدين انت تفضلي لابسه النضاره كده واحنا قاعدين جوه؟ ثانيه كده. يوه انت كنت قاعده تقرا بتعملي ايه امبارح؟ بنذاكر. بتذاكروا ايه؟ مش خلصت امتحانات؟ جاهزين؟ فاكر اول مره شفتها؟ هي كانت ساقطه في ماده؟ انا كنت واخداها السمستر اللي فات. كنت بذاكر لها يعني. كأنها امبارح. ايوه يعني مادة ايه؟ مش فاهمة. بتفرق معاكي في ايه؟ ما انتي مش عارفين من بعض. اتكلم مع مامي احسن من كده. من فضلك هناخد نص كيلو جمبري مشوي واروز سنجاري كيلو مثلا. سنجاري؟ لا لا انا لسه هقعد اقشر و... لا لا. ونص كيلو فيليه بياض لو سمحتي. مقلي؟ مقلي ايه؟ انا تخنانة. تخنانة. خلاص يا عمر خليها تاخد سلطة او اي حاجة. طيب يا ستي تاكل ايه عايزاه؟ في فيليه مشوي لو مش حابه شوك وزيت. حلو ده. خلاص حلو. وسلطه وخلاص. مفيش رز مش كده؟ لا لا معانا واحده تخنانة. ظريف انت. اي حاجه تانية؟ لا ميرسي. احنا هنتاخر ولا؟ لا لا على طول. اوكي شكرا. المنيو سبايدر مان. شطوره برافو. نورنا. ميرسي. فاكر ايه؟ كل حاجة. مالك؟ مالك يا هنا؟ ليلى يا بنت ايه؟ بتعمل ايه؟ مش عارفه مش كانت بتلعب ببيليا؟ بيليا؟ بيليا هنا هنا عمر هنا وشها بيزرق يا عمر. مفيش حاجة مفيش حاجة ما كله هيبقى كويس. كويسة؟ ايه يا حبيبتي؟ كويسة. خدها في حضنك كمان. ايه؟ مش هتاخدي بالك من اختك وانت قاعدة؟ ده بسبب يعني؟ كويسة؟ كويسة؟ حبيبتي صلاح. صلاح انت هنا؟ معلش انا اسفة. لا ابدا مفيش حاجة. انت تمام؟ انا تمام. يعني عشان بنتك شوية كده. بنتي كويسة الحمد لله. عشان كده بتعيطي؟ انت عارفة العيال في السن ده. صلاح انت كويس؟ قلقتني عليك. ما تقلقش ما تقلقش. العيال معلش لازم اروح اشوفه. وانا كمان هروح استعجل الاكل بتاعكم. مفيش داعي للاستعجال. انا عمر على فكره. انت تمام؟ انا تمام. الحر ده انتي على طول متضايقه عمرك ما بتبقي مبسوطه. مساء الخير. اهلا وسهلا. عايزين نسال على ضعف الكوشتز اللي عندكم. بالنسبه لحضراتكم الصغيرين؟ لا الصغيرين. لا لا انا لا. اوكي هي لا. جربوا قبل كده؟ ابني جرب في مرسى علم اظن من سنتين صح؟ لا ثلاثه. ثلاثه. طيب احنا نملى الفورمز دي ونشوف. تحبوا تبتدوا امتى؟ صلاح رايك ايه؟ من بكره الصبح على طول.
انتوا محتاجين تشونيز الصيف ده؟ في الحقيقه الموضوع ده مش معايا، مع اخويا الكبير سيف، هو زمانه جاي يعني، عقبال ما نملى الفورمز هتلاقوه جاي. وانا مش قلت مليون مره اه هو ده سيف؟ المدام بتسال على ترينيز وعايزين يحجزوا كورس البيجنرز، انا هطلع اشوف سمارة. تعالى بقى. مساء الخير. مساء النور. انا شايفاكي قبل كده من يومين في الحفله صح؟ انتي اهاله. اه انتي جايه هنا ليه؟ جايه تختصي؟ لا، اهاله مراتي. طيب المهم احنا جايين، كنا بنسال على الدايفنج كورسز اللي عندكم، وبعدين عرفنا ان انتوا كمان عايزين ترينيز. مش بالظبط، احنا محتاجين حد يشتغل، الشغل الصيد ده تقيل قوي. انا ممكن اساعد، في طلوع على المركب صح؟ داخل سخن انت. في طلوع على المركب بس مش في الاول، يعني محتاج تتمرن شويه الاول عشان ما تغلوش على الناس اللي في المركب. بتعرف تعوم؟ اه بعرف. لا مش قوي. طيب احنا ممكن نجربك يومين تمام؟ طيب هنفكر وبعدين نرجع لكم. عمر هتفكر في ايه؟ المكان عارفينه وشكله كويس، وبعدين اول مره احس ان صلاح متحمس لحاجه. طيب ماشي نجرب يومين بس. حلو قوي. شوف بقى بطل البدل اللي هناك دي، عاوزك تاخدها بره الحصن. يلا همك. وانت بقى اسمك ايه؟ مرتي. هنا. هنا ايه الحلاوه دي؟ سيف انا لازم امشي. ليه مش فاضلك ساعه شفت؟ لا ما رحاب عايزه تروح بدري فلازم اروح. تطمنينا لما توصلي. فرصه سعيده. مش مرتاح يا مها ان احنا سيبنا صلاح، العيال دي شكلها مش تمام. بص لو على اول واحد اوكي موافقك، بس سيف شكله ديسنت، وبعدين حسيت ان صلاح ارتاح له. مش عارف. ما تقلقش كله هيبقى كويس. انت بقى اللي هتجيب صلاح، لاني معزومه عند طنط دولة مع ماما. لا معزومه ايه؟ انا لازم انزل اتمشى في البلد. اشمعنى المره دي؟ مش فاهم. بعمل ريسيرش عشان الروايه، مش قلت لك الروايه عن الغردقه؟ انا ممكن انزل اجيبه على فكره. احلى بنت في البحر الاحمر كله. اكشلي في مصر كلها. ايه التواضع ده؟ ما تقولي في الوطن العربي. بعتيلي مسج قولي انكم وصلتوا. اوكي والتاكسي. ثانك يو. اوبا اوبا اوبا. باي باي. باي باي. قولي بقى. بص لي دي. لا طيب ولا دي؟ دي لو سمحتي. ايوه في مرايه هنا. اه يا فندم جوه في البروف. تمام. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه؟ عمر مالها؟ إيه شكلك عامل زي السياح. طب ما انا سايح جاي من القاهره، ليه رايق على البرنيطه حتى؟ لو سمحتوا يا جماعه ما ينفعش اكتر من شخص في نفس البروفا. انا قلت لك ما ينفعش. خد ده وسيب اللي في ايدك يا دكتور، لايق عليك. شكرا على الشال. لايق عليك وماشي مع الفستان. فنان برضو. انت عارفه ان احنا هنا قريبين من القلعه وممكن ناخد تاكسي من بره. انا جعانه. وانا كمان. يلا بينا هنلاقي اي مكان واحنا ماشيين. اتفضلي. عارفه المينا دي كانت مهمه قوي في فتره من الفترات. قوافل تجارية والحجاج بيطلعوا من هنا على مكة، عشان كده السلطان سليم بنى القلعة عشان يحمي القوافل دي من قطاع الطرق. الصراحة ما كنتش عارف المعلومة دي، بس أنا مش متعودة أجي مع دكاترة الجامعة هنا. دكاترة الجامعة إيه دي؟ معلومات عامة. أيوة بس أنا المعلومات التاريخية بتاعتي متواضعة يعني.
بس ببقى مبسوطه كده وانت بتتكلم في موضوع بيهمك قوي. فكرني بجدي، انا قلت لك كده صح؟ هو راح على المشكله. اه زمان. بس جدتك؟ اه ايتو لسه موجوده، بس بقالها سنين عايشه في دار رعايه، وتقريبا شهر كده نقلناها المستشفى، حاجتها اتدهورت، عندها الزهايمر. اه موضوع صعب ده. يعني في ايام بتبقى اوحش من ايام، بس اكتر حاجه انا مضايقاني ان انا ما بقتش عارفه اشوفها كتير زي ما انا عايزه، وبقت طول الوقت بتسال على امي طول الوقت وانا مش عارفه اقول لها ايه. هي مامتك فين؟ ما عنديش فكره. ماما عامله زي الهوا، عمرك ما هتعرف تمسكها، تروح مكان ما تحب وتعمل اللي هي عايزه ايه وكده يعني. أمي لما تعبت أبويا ما عرفش يتعامل مع الموضوع خالص، وأنا كنت صغير، بس كان لازم أنا اللي هندل كل حاجة. كانسر، مرحلة متأخرة، ما كانش في أمل يعني. أنت كنت جعانة أوي. يلا بينا. يلا. تمشي بدري. الجو كاتمه هنا فعشان كده عايزه. افتح بالكم؟ لا لا تمام، انا كده كده عايزه اخرج اشرب سيجاره، ف هسبقك تحت وانت حاسسني. مدام هالة، مدام هالة. ايوه. في حاجة ولا ايه؟ اشمعنى؟ ابدا، شايفك بس مركزة زيادة شوية. يلا بينا، انا جاهزة. مين علمك العوم؟ ابويا. فين؟ في الفيوم. كل يوم جمعة كان ياخدني البحيرة الصبح. كان عندك كام سنة؟ كنت صغير، مش فاكر قوي كام سنة. هو لسه هناك؟ بس أنا ما بروحلوش بقالي كتير. أنت عارف إن أهل المنطقة بيقولوا إن الشط ده مسكون؟ ما تبصليش كده. أنا أعرف الحواديت دي من جده. في مركب غرقت هنا زمان، والأهالي بيحكوا عنها من قبل ما الأمريكان يكتشفوها في التسعينات. فبيقولوا لو ركزت مع صوت الريح هتسمع راجل بينده لحبيبته وهو بيموت. هو مفيش هوا النهارده، بس وأنا صغيرة والله سمعته. مش عايز تصدقني تمام، بس والله سمعته. أنا مصدقك على فكرة. بعد ما أمي رحلت كنت بسمع صوتها كتير. كانت بتقول إيه؟ يعني
كلام ما بعرفش اميزه قوي، همهمات. الحاجة الوحيدة اللي كنت بعرف اميزها انها تقولي عمر بصوتها. اظن ان بقية الكلام كان لغة تانية جاية من عند ناس مش موجودين على الارض. ساعات كنت احس انها بتطبطب عليا، بتقولي خلاص يا عمر اهدى اهدى، ما تتخضش قوي كده. خالص بس هو الصراحة دمه خفيف، طول عمره بيحب الهزار. وانت بتحب ايه؟ بحب ريحتك. النهاردة الصبح كل اللي انا كنت بفكر فيه ما عداش عليا من ايام المدرسة. هلبس ايه؟ هحط روج لونه ايه؟ هعمل شعري ازاي؟ انا بقيت بعد الوقت اللي انا ما بشوفكش فيه يا عمر. مش عايزه حاجه تانية غير اني اشوفك قدامي بس كده. ماشي ولا ايه؟ اه لازم ارجع البيت الاول. استني شويه، ده احنا فاضل لنا اقل من اسبوع. عملت لي قهوه؟ طبعا. ثانك يو. كنت بفكر لما ارجع القاهره. مش عايزه افكر ايه اللي هيحصل بعد ما ترجع القاهره. استني بس، بفكر اخد اجازه واقعد اشتغل هنا شويه. ليه؟ عشان يبقى ماما. وبعدين يا عمر؟ وبعدين ايه بس؟ انا مش عايز ازعلك ولا حاجه، بس بفكر معاك بصوت عالي. بلاش تفكر. بلاش افكر. ما شربناش القهوه سوا، مفيش بوسه. المره الجايه. خيالاتي الساذجة عن المغامرة ابتدت تتبخر شوية شوية. ظهر وراها الحقيقة الأهم، إني ما أعرفش هلا. لا اعتبريني أنا وحش دلوقتي. بالرغم من كل حاجة ما أعرفهاش. فعالي بقول طيب ما يمكن أحسن، يمكن دي حاجات ما تحبش تعرفها. بس قلبي بيقول لي خاف. هلا سر، وما فيش عائل ما يخافش من الأسرار. ليلى لبسي هنا عشان كله تمام يا استاذ عمر. رسم القلب ما فيهوش اي حاجه خالص، والتحاليل كلها تمام، يعني ما فيهاش اي حاجه تقلق، بالعكس يعني صحه حضرتك زي الفل. احنا بس هنحتاج نعمل ايكو خلال ال 24 ساعه الجايين علشان نطمن اكتر. اوكي خلاص تمام. نعمل الايكو هنا في المستشفى ولا بره احسن؟ مش هتفرق، هنا او في اي مركز اشعه. اوكي. انا عارفه يا استاذ عمر ان اغلب الناس ما بتحبش تسمع الكلام ده، بس دي غالبا بانيك اتاك، نوبات قلق أعراضها شبه أعراض الأزمة القلبية. أكيد دي الفترة الأخيرة حضرتك اتعرضت لضغط مش متعود عليه، أو ستريس في البيت في الشغل. هو اتعرض فعلا لضغوطات كتير الفترة اللي فاتت. أوكي. ميرسي يا دكتور. شكرا. الحمد لله، سلامتك. ألف سلامة يا حبيبي. أنا آسف يا ماما. آسف. أنا غلطت ومش عارف اللي حصل حصل إزاي. هلا صح؟ مش مهم. جاوب على سؤالي. هي؟
كم مرة؟ كفاية ما أحب أعرف كنت مغفلة لغاية فين؟ أرجوك كفاية. أنت مش غبي يا عمر، دي مش غلطة، تخطط وقررت مرة واثنين وعشرة. كنت بتصيف مع الهانم، كل ما اسألك عمر ليه الغردقة كل شوية؟ ريسيرش الرواية وكلها حجك عشان تروح تشوف الهانم بتاعتك. انت مش غبي، انا اللي غبية. مش متخيل ان انا كنت غبية للدرجة دي. ايه ده انتوا قاعدين في الضلمة كده ليه؟ بالراحة عليها، انا هو لسه تعبان. الحمد لله، الحمد لله انا كويس. طب الدكتور قال ايه؟ مفيش نقص فيتامينز، هياكل هيبقى كويس، مش قصة يعني. محنون حبيبتي، يلا يا روح عشان نروح نغير هدومنا. خلاص يا عم حقك عليا انا، وادي راسك ابوسها. اسمعها منه. يا عم اشرف، هو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ على راسي من فوق، هو اللي غلط هو اللي اعتذر. خلصنا. ما سمعتش. هو في ايه يا عم اشرف؟ ما قالك حقك عليا، في ايه؟ خلصت. يلا يا عم، يلا يلا. تربية مرة صحيح؟ انا اوريك تربية المرة دي. بدل ما تعملوا تكرة عليا، شوف مين اللي راح قال للهانم، مين اللي كان موجود وبلغها اني كلمت البوليس، واشوش لها الكلام في اخر الليل. طلعت من ورا وانا مش هسيبها. أنا تعبانة يا سيف، أنا تعبت وزهقت. زهقتي مني؟ هو مين؟ مين الراجل ده؟ راجل مين؟ أشرف ده بيتبلى عليا على فكرة، أنا مش عارفة هو بيتكلم عن مين أساسا. مين؟ يعني أنت بتصدق أشرف وبتكذبني أنا؟ هاتي تليفونك. بقولك هاتي تليفونك. سيف أنا عايزاك تهدى. سيف عمر، مين أبو صلاح؟ أنا ميتة يا سيف، أنا كل يوم بيعدي مع بعض ببقى مش عارفة أنا فين. لو ما كنتش جابينها كنت موتت نفسي وخلصت. انا تعبانه، تعبانه قوي يا سيف. انا هروح عند امي، مش عاوز اشوف خلقتك تاني ولا عاوز اسمع حسك. لا سيف،
سيف. 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 ما تسيبنيش يا سيف. مش مصدق انك معايا هنا. ولا انا اصلا مش فاهمه ايه اللي احنا بنعمله ده. احنا كنا هنعمل ايه بقى؟ انا كنت هموت لو ما كنتيش معايا دلوقتي. حلوه قوي السجاده دي. البيت كله حلو قوي. مرسي. ده ذوق مراتك اكيد. البيت كله بتاع مراتي. المره اللي جايه هنكون في بيتنا. بيتنا؟ مش كنت متضايقه ان وقتنا مع بعض مخطوف؟ انا فكرت ودورت ولقيت شقة حلوة جنب الجامعة. تبقي تيجي تقعدي فيها لما تنزلي القاهرة. لو عجبتك تقعدي فيها بشكل مؤقت. ويمكن على طول. وأنا أقعد معاكي لما أسيب هنا. تسيبي هنا إزاي يعني؟ مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده؟ أيوه اتكلمنا وكل حاجة بس أنت يعني أول مرة بتفكر في الموضوع بجد؟ لا وكمان أنت بتاخد خطوات. أكيد بجد، أنا بحب مش بتسأل. بلاش؟ لا مش بلاش يا عمر. بس أنا متلخبطة. أنا افتكرتك هتبقي مبسوطة. أكيد أنا مبسوطة يا عمر. بس برضه الموضوع بيخوف. ما هي كل الحاجات الحلوة بتخوف. طيب مراتك وعيالك وانا كده بدمر حياتهم كلهم. مالكيش علاقه. يمكن ده يكون احسن لي واحسن لهم. مش عندي حاجه اديها في العلاقه دي اكتر من كده. صدقيني انت بتحبني بجد يا عمر؟ هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها. هتعمله؟ مش عارف. هنشوف. Thank you. شكرا عامة ان انت رديتي على مسجاتي. سيف ومكالماتي. الواحد بيبقى عايش عينه في عين واحدة طول الفترة اللي فاتت دي ولا يعرف عنها أي حاجة. أنا مش عارفة أقول لك إيه. يعني مش عارفة تقولي إيه؟ أربع شهور مختفية ومش عارفة تقولي إيه؟ أمال جاية ليه؟ أنا كده فهمت. تيجي تكيسي البيت وتكيسيني وتكيسي علاقتنا وتشوفي هتخلصي من الدهية دي ازاي، مش كده؟ كلامي صح ولا لا؟ طب لو سبت لك البيت انت بتقول ايه؟ مضيت عقد سوري وسبته لك.
بتعملي كده ليه؟ عشان انت بتحب البيت ده قوي، عشان تستاهل يبقى عندك حاجة بتحبها. انا بحبك انت. مفيش حاجة هتتصلح، خلاص اللي ما بيننا باظ. ليه؟ ليه يا هلا؟ نحاول تاني، نروح لدكاترة، نعمل أي حاجة. مفيش حاجة هترجعه تاني. أنا عارف إن مفيش حاجة هترجعه، بس في ياما ناس عدت في اللي احنا عدينا فيه ده، بيتصرفوا بيحطوا كتفهم في كتف بعض وبيقفوا بيعدوا الموقف. مش عايزة أعديها، مش عايزة. طب ما تجيلي دغري كده وسيبك من الجو اللي انت عاملاه ده. في ايه؟ في ايه؟ مش اللي في دماغك خالص. كل اللي فينا انا، كل ما ببص في وشك بشوفه طول الوقت. يا سيف خلاص، انا مفيش حاجه هترجع تاني زي ما كانت. خلاص انت ما كنتش باصص عليه ليه؟ وانت بتقولي ايه؟ انا رحت اجيب الفوطه وسبتكوا 3 دقايق، 3 دقايق بس. رجعت لقيته. انت كنت فين ساعتها؟ وانت ما خدتيهوش المستشفى ليه؟ ما خدتيهوش انت ليه؟ انا مش طايق اشوف وشك، انا همشي، مش قادر اشوفك تاني، مش عاوز اشوفك في حياتي تاني. سيف انا لازم ليلى فين؟ جوه. وهو هنا؟ هو مين؟ هيكون مين يعني؟ نزل من الصبح بدري وموبايل مقفول. اتفضل. معانا يا ليلى. ليلى يلا. احلام فين؟ قلت لها ان انا عاوز اتكلم مع ضيوفي شويه الاول لوحدي شويه وتنزل. ما تقلقيش. وانت يا هنا قاعده بتشربي شاي هنا وسايبانا قلقانين عليكي؟ انت مفيش دم خالص؟ مامي استني، احلام عايز تتكلم معاكي بليز. انا مش جايه هنا عشان اتكلم مع حد. يلا بينا نروح. وانا مش همشي غير لما تكلمي معاها. ليلى يا ليلى يلا، بلاش الامور تبقى اسوأ من كده. يلا. بتخاف على بنتك قوي يا استاذ عمر. سيف شت، مش عايز اسمع حسك. اكيد خايف على بنتي يا استاذ سيف، ومش عايز غير ان اخوك يبعد عنها. ممكن نتكلم وقت ثاني انا وانت لو تحب. نتكلم؟ لا انا اقولك على حاجه احلى من الكلام بكتير. معلش ما عندناش وقت. لا مش جايه. تعالي قدامي. يلا. سيف انت مجنون. سيف استاذ سيف. طيب من فضلك سيبهم يخرجوا ونتكلم انا وانت راجل لراجل. راجل لراجل؟ هو في واحد يمشي مع مرات راجل تاني ويسمي نفسه راجل برضه؟ سيف نفس المسدس بقى ده اللي انت سبتيني عشانه؟ ما تنطقي. ملوش لازمه الكلام ده. لا هيبقى له لازمه لما تموت. سيف نزل المسدس. اسكتي انت. عارف لما ابني مات ما بقاش بقالي اي حاجه في الدنيا دي عايش لها غيرها هي، وانت جيت خدتها مني. بس انت طبعا ما بيفرقش معاك الكلام ده. هو انت بيفرق معاك حاجه؟ بنتك دي تفرق معاك؟ طب مراتك الحلوه؟ استاذ سيف اللي بتعمله ده مش هيحل حاجه. هم مالهمش ذنب، سيبهم يخرجوا. مشكلتك معايا انا. اسمعني لو سمحت. اسمعك. واسمعك ليه؟ راجل عنده 3 عيال وماشي بيجري ورا واحده صغيره، ابنها ميت وحالتها النفسيه مش مظبوطه. تسميه ايه ده؟ تسميه ايه يا ابن الكلب يا واطي؟ سيف بص لي، سيف 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 بص لي. انت متضايق مني؟ انا اللي اذيتك انا. لو في حد عايز يتعاقب انا هعاقب ده. هعاقب ده.
غالبا انا لازم اموت. لا لا انا لازم اموت وخلصت مني ومنه. مش انا بفكرك بيه؟ مش انت قلتي كده انا اللي بفكرك بيه؟ عشان خاطري الناس دي خلاص هخلصك منه ومني. خليك شجاع مره واحده في حياتك وطلع ابننا من الموضوع ده، فاهم؟ سيف لا عشان خاطري، سيف اسمعني، نهايتنا كده كده جايه. خلاص خلاص عشان خاطري بس، كفايه وجع قلبي، كفايه وجع قلبي عشان خاطري، عشان خاطري، عشان خاطري، عشان عمر.